اليوم شفنا يعني حتى اليوم شفنا استمراريتها. يعني احنا سوق لهلا عم نتداول بالمنطقه الخضراء بالرغم من انه البترول سكر منخفض في جلسه الجمعه للاسبوع السابع على التوالي. فانه لما اشوف البترول عماله بينزل واحنا سوقنا عماله بيطلع هذا شيء ايجابي. لما اشوف انه المؤسسات المحليه تحديدا واللي افتقدناها طيله الثلاث اشهر الماضيات تقريبا شوفهم عودة النشاط مره اخرى، هذا يعتبر شيء ممتاز. انا برايي الشخصي اعتقادي هذا الاسبوع راح يكون اسبوع اخضر بمجمله.